وصلنا لمساحتنا أطبية. أكيد رشا مساحة كتير مهمة، بتحمل معها أسئلة واستفسارات كتير. العناية بالأسنان والصحة الفموية، سواء كيف كانت بشهر رمضان المبارك مع ساعات الصيام الكتيرة، أو كيف نحن بنقدر نحافظ على الأسنان وعلى سلامتها لأطول يمكن فترة ومدة عمرية محددة. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتور إبراهيم تركماني، اختصاصي في تجميل الأسنان والتعويضات الفكية. يسعد صباحك دكتور، صباح ينعاد الخير، عليك في كل الخير. كل عام وانتم صباح بخير. الخير، وفطر سعيد عليك. كل عام وانتم كيف بخير. العيد؟ ان شاء الله هيك كانت الاجواء مريحه اكثر شوي. الحمد لله الحمد لله، ما في بنزين. اعياد دائما اعياد ان شاء الله. ان شاء الله سوريا هيك. بخير ان شاء الله يا رب. نقول دائما احنا بنقول كلمه يا رب على امل انه بكره يحمي شيء جديد. دكتور، باستضافات ماضيه خلال شهر رمضان حكينا انه اليوم نحن ضمن الشهر الكريم لكل حدا عم بيصوم، كيف ممكن انه يؤجل بعض التصليحات؟ كيف ممكن انه يهتم بنظافه الاسنان خلال فتره الصيام الطويله؟ اليوم خلصنا رمضان، فتنا بمرحله في تراكمات، يعني كيف نحن قادرين نرجع اليوم نبلش بشو اهم شيء بموضوع التصليح؟ هلا الموضوع العيد هو موضوع عادات، وبالتالي يعني في كسر لكل شيء يعني بنعمله بشكل صحي ومنتظم، فبنطلع عن قواعد شوي. شيء طبيعي هذا الكلام، لانه نحن امام زيارات متنوعه وامام تقديم يعني ضيافات متنوعه، وبالتالي نحن مضطرين انه نكسر العادات الروتينيه الصحيه اللي بنعيشها، وهذا الشيء طبعا منه الحلويات الكتير، النشويات الكتير اللي هي تعملنا اشكاليه كتير كبيره بالفم، وخاصه انه نحن بنطلع من البيت لفترات طويله بخارج البيت وعم نتناول كتير من السكاكر، وبالتالي الموضوع بيصير في عنا تراكمات بلويحات جرثومية كتير كبيرة ونشاط بكتيري عالي المستوى. هلأ هذا الموضوع نحن بالنسبة لنا بيهدد لنا الصحة الفموية بشكل كتير كبير، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا. والشيء الثاني اللي أنا بلاحظه أنه الناس بتسافر بالعيد، والسفر دائما يعني ما دائما نحن بنكون محققين للشروط الصحيه، فكثير انا بلاحظ بالمجتمع انه بينسوا فرشات الاسنان، فهذا موضوع او يهمل فرشات نقول الاسنان مشتري خلاص محل يعني ما هذا الموضوع اللي بيكون في عندنا مشكله فيه. فدائما عدم تلازم فكره فرشات الاسنان مع المجتمع هي فكره ضد الصحه الفمويه، فهذا معيار كثير مهم بالنسبه لنا انه نركز مع المجتمع على موضوع تلازم مع فرشات الاسنان اللي هي فيما يعني الصحه الفمويه. حقيقه هلا بالعيد راح نشوف انه نحن يلي اهمل خلال فتره رمضان شوي، اجى العيد واجت حلويات كثير، فبنشعر ب صار التليفون الطبيب يرن بشان موضوع انه في الم، شو بدنا نساوي، في ازعاج بشكل كثير كبير. فانا يعني بشكل صار في الم ولا ما صار في الم، بعد العيد مباشره يصير في مراجعه على طبيب الاسنان. هلا يعني بدي اقول انا المجتمع بده يقول يعني شو معناته يراجع طبيب الاسنان؟ لا، هلا ما كل الناس بيراجعوا العيادات، ما انا عم بحكي انا انه نروح للعيادات الخاصه، لا، بعد العيد راح يكون في نشاط كثير كبير بكليات طب الاسنان بالقطر العربي السوري، وهي مراجعات كلها مجانيه. طبعا في عندنا شيء هو التشخيص يلي بيشوفه طلاب طب الاسنان اذا في مشاكل بالفم، بالاضافه يلي الاماكن اللي ما فيها كليات طب اسنان او المحافظات اللي ما فيها كليات طب اسنان، في المستوصفات يلي هي الحكوميه اللي بتعنى بالصحه الفمويه عن طريق وزاره الصحه. طبعا يلي هي منتشره بكل القطر، وبالتالي الامر بالنسبه لنا المراجعه الدوريه لهيك مراكز بخفف كثير من الاعباء الاقتصاديه على الفرد وعلى الدوله حقيقه، وبتعطينا صحه فمويه جيده. فاذا الموضوع الاساسي بعد العيد اذا بتتكرموا يكون الفحص التشخيصي اللي هو بيكون بشكل جيد. هلا الناس يلي اهملوا وكان في عندهم مشاكل، شيء اكيد لازم يخضعوا للمعالجات يلي لازم يقوموا فيها. هلا ما دام في الم فمعناتها نحن رايحين باتجاه انه في معالجات معمقه وطويله الامد نوعا ما لحتى يصير في ازاله الالم بشكل كثير كبير. هلا الموضوع بالنسبه لنا يعني هذا موضوع كثير هام، كثير
كتير أساسي، وأهم شيء المراجعة لطبيب الأسنان بعد العيد مباشرة، وما نهمل يعني حقيقة نقول إنه نحن يعني أهملنا بالعيد شوي برمضان شوي فنتحمل وما صار في عنا ألم، يعني هي نداء إنه لا نحن ولو ما في ألم يكون في عنا هالمراجعة هالدورية. هون دكتور يمكن في بعض الناس بتسأل شو هي المشاكل بالأسنان اللي نحن بنقول ممكن تتحمل العلاج لبعد الصيام، بعض المشاكل دكتور بتقول لا نحن لازم معالجتها بشكل سريع حتى ما تتفاقم الأمور ونوقع بمشاكل كبيرة لبعدين. هلا وقت بنقول عن تشخيص بنحكي عن يعني الدوري يلي هو في شيء بده يصير بعدين يعني ينذر لكن يكتشف الطبيب مبكرا، ودائما هيك معالجات اقتصاديا افضل واقل وما في معاناة للالم. هلا وقت بقول انه صار في الم معناتها الامور كانت متراكمه بالاهمال الشديد او ما قدرنا نحن نوصل طريقة الصحيحة بالاعتناء بالصحة الفموية، وبالتالي نوصل لنقطة انه بصير في عنا حفرة بالتسوس وبالتالي بتعطينا مشكلة حقيقية بتراكم الحلويات وبصير في ألم، وهذا الكلام كتير مهم بالنسبة لنا وبنشعر فيه. أكتر شيء أنا يعني بلاحظ المجموعة يلي هن تلاميذ المدرسة يلي مساكين إذا يعني ما كانوا يعني في اعتناء كويس خلال شهر رمضان أو بالعيد وهن بحبوا الحلويات والشوكولا وبالتالي بتعمل مشكلة كتير كبيرة عندهم، بتعمل آلام، وهي نحن حقيقة عند مرحلة العمرية لازم نتجنب إنه ما يكون في آلام لحتى ما ينطبع. وهذا الشيء اللي نحن بنلاحظه إنه غالبية الناس بتخاف طبيب الأسنان نتيجة إنه في مرحلة في مرحلة من الطفولة تعرضنا لألم، وهذا الألم يعني كان مبرح والمراجعة على طبيب الأسنان ما كانت مريحة بلحظة من اللحظات، وبالتالي ما كانت هي زيارة للتشخيص والمعالجات البسيطة اللي بتقدر، غير لطيفة كانت دكتور وكانت غير لطيفة وبالتالي بتعمل انطباع. وحتى نحن بنشوف انه بأعمار متقدمة ورغم هذا 50 و60 سنة مرق على الحادثة ولسه هو في عنده رعب أو فوبيا من طبيب الأسنان. فإذا لحتى نتجنب هاي القصة نحن بكتير بوسيلة كتير بسيطة أنه نعمل تشخيص مبكر، وبالتالي ما ندخل بقصة للمجتمع أنه نعمله فوبيا بطب الأسنان. هذا أمر غايب الأهمية، يا ريت ندرك هذا الأمر أنه التشخيص وما أنه مكلف، يعني بالنسبة لأي حدا ممكن يروح لكليات طب الأسنان ويشوف أنه في تشخيص عالي المستوى، وبالتالي حتى بكليات طب الأسنان مجانية العلاج، وبالتالي يعني ممكن يأخذ فرصة كتير منيحة بإشراف كتير منيح ببرنامج أكاديمي مضبوط بمستوى عال، وبالتالي يكون يعني فرصة للمعالجة المجاني. أيمتى حتبلش هدول العلاجات دكتور المجانية؟ العلاجات موجودة دائما بكلية طب الأسنان وهي مجانية حقيقة وبإشراف علمي عالي المستوى، في كادر مهم وموجودة على مدار يعني الدوام. هلأ نحن بالجامعات الحكومية في عنا فصل أول فصل ثاني وفي عنا العطلة الصيفية، لكن بالجامعات الخاصة في عندهم استمرارية حتى بالصيف، يعني في الفصل الصيفي اللي بيضل في متابعة المعالجة فيها وبشكل مجاني. فإذا الموضوع نحن يعني وضع بالجامعات هي وضع علاج مجاني ممكن يتقدم للمجتمع دائما، وبالإضافة للمراكز الصحية اللي تابعة لوزارة الصحة اللي بتقدم الخدمات كمان العلاجية المجانية. فإذا الموضوع بالنسبة لنا قائم. هلا أنا ما بقول إنه العيادات الخاصة تالين كتير بدعي ليها مشان ما نفهم الموضوع بالعبء الاقتصادي للمجتمع، لا الموضوع متاح بكل أبعاده، يلي بيرغب هون أو هون أو هون بيكون في عنده فرص للمعالجة، وأهم شيء للتشخيص، يعني التشخيص حتى بالعيادات الخاصة. بعرف أنا كل العيادات الخاصة تقريبا بطب الأسنان بتقدم التشخيص بشكل مجاني حقيقة، وبتعتبر أنه خدمة للمجتمع
وهذا الشيء مهم حقيقة، لأنه فينه أي حدا يراجع ويشوف شو عنده مشكلة ليتبين شو هي، يصير تقدم له المعالجة المناسبة. حكيم ذكر كتير نقطة مهمة، أحيانا الطفولة، يعني الطفل بنلاقيه بعمر 4-5 سنوات بلش عنده تسوس. نحن اليوم قادرين بهذا العمر انه نحن ندربه بعمر 3 سنوات أو 4 سنوات انه على الفرشايه وعلى معجون الاسنان؟ وهل صحيح حكيم انه الوراثي له كثير دور باهميه بنيه الاسنان؟ نحن يعني امام التسوس امام شقين، شق البنيه اللي عندنا هي يعني بنيه الشخص كمينا كيف وضعه والنسج الفمويه الموجوده، وفي عندنا شيء ثاني اللي هو العنايه. وحقيقة نحن بنعرف أنه دائما ولو كانت في عناية ضعيفة ممكن ندعمها دوائيا، ندعمها بالتفريش الأسنان بشكل جيد. طبعا نحن بنعطي الفلورايد للأعمار الطفولية، وبالتالي من يعني بنرفع السوية بشكل كتير ممتاز عند الأطفال، وهذا أمر مهم. يعني نحن لازم ندرك أنه ما في شيء بس بني لحالة ضعيفة. يعني نحن نشوف أنه في أطفال العناية الصحية متوسطة، ورغم هذا بنيتهم قوية وفي عندهم يعني مناعة وبشكل جيد. بنشوف أنه لا، في أطفال مجرد يهملوا بشكل بسيط تصير النخور منتشرة بشكل واسع جدا عندهم. هلا نحن أهم شيء بالنسبة لنا ندرك أنه موضوع العناية بالصحة الفموية بالتفريش. طبعا هذا أنا بقول يعني مهمة الأمهات، يعني الموضوع الطفل ما رح يدرك شو معنى صحة فموية، بس الأم كتير مهم تدرك شو معنى صحة فموية. يعني صحة فموية مو معنى أنه في لون أبيض صار لون أسود أو ألم، يعني صار في نحن ممكن نروح لاتجاه أنه يكون في خراجات، وبالتالي شو معنى خراج؟ يعني صار في التهاب ضمن العظم، وبالتالي نحن أمام دورة دموية عم تجوب مع هالجراثيم هي الموجودة وتعمل التهاب بأجهزة الطفل، وبالتالي هذا شيء مهم بالنسبة لنا أنه نفهمه كبعد صحي بالنسبة للطفل. منشوف الأطفال يلي عندهم مشاكل بالصحة الفموية بتلاقيهم عادة الصحة العامة عندهم كمان ضعيفة، فإذا في تكامل بالصحة يجب أن ندركها تبدأ من الفم، وهي شيء يعني أهم شيء. نحن الأم بتملك أهم ثروة هي الطفل يلي عندها. دكتور عفوا، نحن عم نحكي عن أعمار صغيرة ممكن ما يعرفوا يستخدموا الفرشاية بشكل صح، يعني وحتى بتكون الأسنان كتير صغيرة بلاقوا أوقات صعوبة يمكن بالتفريش، كطرق عناية رديفة لفرشاة الأسنان شو ممكن يكون؟ هلا أهم شغلة فرشاة الأسنان المناسبة للطفل، لأنه نحن بنشوف في أشكال بالصيدلية متنوعة بتناسب الأعمار، وإذا منلاحظ أنه على كل فرشاة مكتوب رسمة أو شيء، في رسمة هي ترغيب للطفل ولون حلو، بس في أعمار محددة لكل فرشاة. يعني الفرشاة منلاقي مكتوب عليها 3 سنوات 5 سنوات كذا، فهذا الموضوع منختاره بناسب الطفل بعمره. يعني ما بصير أنا أختار فرشاة كبيرة لطفل صغير، وبالتالي بتصير في مشكلة كتير كبيرة بفتحة الفم ومثل ما تفضلتي بحجم الأسنان. فإذا الموضوع بالنسبة لي اختار فرشاة أسنان جيدة. 2، اختار معجون أسنان بناسب ذوق الطفل، لأنه نحن في هذا موضوع كتير مهم كمان بالضبط. يعني هلا نحن وقت الآن عفوا بعطيه للطفل معجون أسنان بطعمي هو ما بحبه، يعني بالأساس هو مثلا ما بحب الموز وبيجيبها طعمي، لا أنا بدي أختار له طعمي هو يكون يعني بعرف أنا أنه بيرغبه، وهذا الشيء مهمة الأم. هلا التفريش لا يكون الطفل لوحده، حقيقة لازم الأم بتكون هي العامل الأساسي بالتفرش لأطفالها أسنانهم، وبنفس الوقت تعلمهم أنه كيف يعتمدوا على نفسهم. هلأ لازم هي تكون قبل ما يناموا الموضوع فرشاة الأسنان هي تقوم بهالدور هذا. هلأ بالإضافة إلى مضامد الفلورايد، يعني إذا بدنا نقول متمم، يعني شيء ما نو أنه نعتمد على المضامد ونترك نحن الفرشاة. دائما نحن بنقول فرشاة الأسنان هي الأساس بموضوع الصحة الفموية، وبغض النظر عن أشكالها. هلأ ممكن نقول أنه نحن الأسر اللي اقتصاديا وضعها جيد ممكن تروح للفرشات يعني الكهربائية اللي هي بتناسب كمان الأطفال، وفي إلى يعني أفضل أشكال أفضل، هي حكيم أفضل من العادية، هلأ أريح وأسرع
وتنجز بشكل أفضل وبتعطينا حركات حقيقة يعني متنوعة بتناسب أنه تنظف كل المناطق بشكل سريع، وهذا الشيء بريحنا يعني ممكن تكون عامل مريح وجيد بالنسبة للأطفال. إذا الموضوع بالنسبة إنه في تنوع، في أدوات كثيرة، بس أنا بأخذها بأبسط شيء إنه نخدم المجتمع بشكل جيد، إنه نأخذ فرشات أسنان بتناسب عمر الطفولة اللي موجود. أحيانا كثير أمهات بيكون في هيك جانب إهمال إنه هدول الأسنان حيتبدلوا، فبيتركوا ابنهم على وضعهم في حال تسوس حال نخر، انه هدول الاطفال فيما بعد حيصير تبديل للاسنان. خلينا نقول بس هي اكيد لها اثار سلبيه فيما بعد على البنيه. هلا انا حكينا انه هدول الاسنان ولو كانوا لبنيه ولو كانوا راح يتبدلوا، اذا صار في تسوس فيهم راح يتحول لخراج وبالتالي ل يعني اساءه للصحه العامه والصحه الفمويه. لكن هدول الأسنان ربنا خلقهم ما بشان بس أنه مرحلة ومنكبهم، ولا الموضوع صعيب أن يصير في قلع وتبديل إلهم بأعمار متنوعة. لكن إذا منشوف أنه نحن رح يكون الطفل هذا لعمر 12 سنة لحتى يبدل طبعا أسنانه. زائد ناقص حسب بنية الطفل، حسب العامل العائلي أو الوراثي اللي بيكون، وهذا كلياته إذا بدنا ننظر له يجب الاعتناء بالأسنان اللبنية. ليش الاعتناء بالأسنان اللبنية؟ لأنه هن حقيقة بجنبونا حتى فيما بعد التقويم، ومشوف نحن حالات كثيرة الأهل بيهملوا وبالتالي بتصير في يعني سوء بالأطباق والأسنان الدائمة بتبزغ بشكل غير مناسب، وبالتالي بتعملنا مشاكل كثير كبيرة، وبعدين بنضطر انه ندفع مبالغ ضخمه للتقويم لحتى نجري هالاجراءات هي التقويميه المكلفه. ايوه بنتجنب هاي القصه بشكل كثير كبير. اكيد بدنا نشكرك دكتور. تسمحوا لي يعني نحكي على موضوع بال الفكره اللي انا بدي احكيها، انه لازم فرشات الاسنان دائما، وما بعرف اذا فينا ندعي من خلال برنامجكم الكريم وزاره السياحه انه يصير في يعني موضوع الفنادقه او المنتجعات يكون فيها من الاشياء الموجوده هي فرشات الاسنان ومعجون الاسنان. هي يعني بنشوفها بكل الفنادق العالميه موجوده هي القصه، وهي ثقافه حقيقه تتطلب انه يعني يصير في اعتناء بالصحه الفمويه بشكل جيد. دائما الحكيم أكيد. عنده فرشاه الاسنان هي العامل الاول بسلامه البنيه السنيه. اكيد اهلا وسهلا دكتور. اكيد كل الشكر لك دكتور. شكراً. للمعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا جزيلا لكم. اهلا وسهلا بحضرتك.